نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد جايد صالح أكد أمس أن أنبل الخصال المتفردة التي يتميز بها الشعب الجزائري عن غيره هو التضامن مع الوطن والوقوف إلى جانبه عندما يكون في أمس الحاجة إلى ذلك، مبرزا أنه شعب الرهانات الكبرى وهو فعلا شعب واحد موحد لا تؤثر على مساره الوطني العقبات الموضوعة في طريقه. وفي ذات السياق وجب التذكير بأن الخصال المتفردة التي يتميز بها الشعب الجزائري عن غيره هي خصال تضامن بمعانيه الدقيقة والشاملة، ولا ريب أن من أعلى وأنبل هذه الخصال هو التضامن مع الوطن والوقوف إلى جانبه عندما يكون في مس الحاجة. إلى ذلك فالجزائر القادرة على فرز من يقودها في المرحلة المقبلة تنادي أبنائها المخلصين في هذه الظروف خاصة، وأؤكد هنا على عبارة المخلصين وهم كثيرون جدا عبر كافة أرجاء التراب الوطني، لأنها فعلا هي في حاجة ماسة إلى مثل هؤلاء أبناء. فالإخلاص هو السمة المؤكدة الدالة على قوة ارتباط المواطن لوطنه، وهو صفة لا تباع ولا تشتري، لأنها تنبع أساسا من طبيعة شخصية الأفراد ومن قوة تمسكهم. والأكيد أن الشعور الفردي والجماعي في أي موقع كان بحس الواجب تجاه الوطن وأهمية أداء هذا الواجب الفعالية المطلوبة، على غرار الدور المنوط بأسر الإعلام وبالمساجد والزوايا وما ينتظره من الأئمة من أدوار تحسيسية، هو قيمة سلوكية عالية درجات أثبت الشعب الجزائري بها من خلالها عبر تاريخه الوطني الطويل أنه شعب حي ينتمي إلى وطن شامخ بكل ما تعنيه عبارة حياة من دلالة وعبارة شموخ من المغزى. وفي هذا الصدد تحديدا فقد أثبت الشعب الجزائري أنه شعب الرهانات الكبرى، وإنه فعلا شعب واحد موحد لا تؤثر على مساره الوطني العقبات موضوعة في طريقه، فهو شعب يتقن شديد الإتقان التكيف الفعال مع جميع المراحل مهما كانت إحساسيتها وصعوبتها، وقد أبهر العالم أجمع بهذا السلوك الحضري الذي أصر على أن يطبع به مسيرته السلمية. لا إن الشعب الجزائري يدرك بحسه الوطني الصادق والجامع خلفيات الأحداث وطبيعة التحديات، ويصر كل إصرار على المرور بالجزائر إلى بر الأمان مهما كانت الظروف والأحوال، لأنه يضع مصلحة وطنه فوق كل اعتبار.